وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. بداية، مساء الخير سعادة السيد محمد. مساء الخير أخوي، كيف حالكم؟ الله يسلمك. أستاذ محمد، يعني عن دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية، حقيقة بدنا نتعرف أكثر عن أهدافها والمعايير التي يتم اعتمادها ودورها عموما. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وفق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الملتقى الحكومي التي أكد من خلالها على أهمية أن يكون المواطن دائما في محور العملية التنموية، والاهتمام برضا المواطن في الخدمات الحكومية المقدمة ورفع فعالية الخدمات الحكومية، أطلقت هذه المبادرة وشكل سموه لجنة تقييم مراكز الحكومية بعضوية عدد من المسؤولين في الحكومة من الجهات اللي يعني تهتم بعملية التقييم أو عملية جودة الخدمات الحكومية. الهدف منها مثل ما نعرف أن احنا اليوم الحكومة يعني قدمت خدمات إلكترونية من خلال عدد من المواقع وعدد من الواجهات يعني بجودة عالية وفعالية حكومية وتقليل الوقت والجهد والأموال، وتعتبر واجهة للحكومة اللي المواطن والمستثمر والمقيم في المملكة يستطيع أن يعني يحصل على الخدمات الحكومية من خلالها. المراكز الخدمة اللي يزورها المواطنين أو المستثمرين تحتاج أن هي تواكب هذا النوع من التطور. فتطلع القيادة الرشيدة بأن يعني المراكز هذه يكون لها معايير عالمية في مختلف النواحي. على سبيل المثال، الدليل مكون من تقريبا أكثر من 90 معيار. المعايير تنقسم إلى أمور لها علاقة بوصول للمراكز، أن الواحد أو المواطن أو المستثمر يستطيع الوصول للمركز بشكل سهل، قضية المواقف، العمليات الإدارية داخل المركز، التميز في توفير الخدمة، البيئة الموجودة في المركز، إدارة عملية المراجعين، الاستماع للشكاوى، معرفة الموظف بالخدمة واستطاعته أنه ينجز الخدمة، جميع الموظفين يقدمون الخدمة بنفس الدرجة من الجودة، بنفس الدرجة من السرعة ومن الفعالية، وأيضا تدريب الموظفين على يعني فنون وأساليب التعامل مع العملاء. فالحقيقة جملة من المعايير اللي تم وضعها في الدليل وأخذت دورة على الجهات الحكومية ومرئيات كل الجهات الحكومية. نعم. وأقرت مؤخرا من اللجنة التنسيقية برأس السمو ولي العهد. عقدت طبعا ورشتين مع الجهات الحكومية لتعريفهم بالدليل. الهدف من هذا الدليل أو عملية التقييم ليس عملية أن احنا بس فقط نروح نقيم ونبرز المراكز الناجحة أو الغير ناجحة. الهدف منها أن ثقافة التميز والجودة تكون عند الجهات الحكومية بمعرفة أساسيات ومعايير التقييم، حتى هم يكون عندهم هذه الثقافة ويطورون من الخدمات الموجودة في المراكز. نعم. فمثل ما نشوف أن بكرة إن شاء الله راح يكون الورشة الأخيرة للجهات الحكومية. نعم. عندنا 50 مركز راح يتم تقييمهم من يعني 25 من هذا الشهر، خلال فترة أسبوعين راح ننتهي من عملية التقييم المبدئية. نعم. سيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.